أدب رفيع من أداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بهذه الأخلاق الطيبة. هذا الأدب والخلق هو خلق الحلم والأنات وكذلك الرفق. الحلم والأنات والرفق خصال تدل على أدب رفيع وعلى عقل كبير، وعلى أن صاحب هذه الأفعال وهذه الصفات إنما هو صاحب دين وإيمان وخوف من الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي ينبغي أن ننتبه إليه هو أن أخلاقنا تدل على إيماننا. الأخلاق تدل على الإيمان، لأن العبد إذا أحسن إلى الناس وكف شره عنهم فإنه يفعل ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، ويستشعر أنه يعامل الله عز وجل وليس يعامل الناس فقط، وإنما حقيقة المعاملة إنما هي معاملة مع الله، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أي عبدي مرضت فلم تعدني، أي عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: كيف تمرض وأنت الرب؟ فيقول الله تبارك وتعالى: مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده، يعني لو عدته لوجدتني عنده. وهذا فيه دلالة على أن معاملاتنا التي نتعاملها مع الناس إنما هي ليست معاملة مع الناس في الحقيقة، إنما هي معاملة مع الله سبحانه وتعالى. الحلم والأنات والرفق. الحلم هو العفو عند المقدرة، والأنات من التأني والتمهل وقضاء الأشياء في تمهل، وهي عكس العجلة، لأن طبيعة الإنسان، طبع الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه هو أنه عجول، وخلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، وقال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. طبيعة الإنسان أنه يتهور وأنه يستعجل في اتخاذ القرارات، لا سيما تلك القرارات التي فيها ردة فعل، كأن يغضب الإنسان على إنسان فيقول له كلمة تؤذيه أو يسبه بأمه أو غير ذلك. هذه ردود فعل تدل على عدم الأنات، عدم التمهل، وإنما هي عبارة عن أعمال تدل على التهور. والمتهور المستعجل هذا عقله صغير، وأما المتمهل صاحب السكينة، الإنسان الذي يستعمل الرزانة في قضاء الأشياء والحكم على الناس وغير ذلك، إنما هذا عقله كبير. والحلم عفو عند المقدرة، تعفو وأنت قادر أن تعاقب، تستطيع أن تعاقب وتعفو. وهذا الحلم من صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: ولو يؤاخذ الله الناس على ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس على المعاصي والأعمال التي يعملونها ويغضبون الله بها، فإنه لن يبقى أحد على الأرض، سيعاقبنا الله جميعا، يعني فور ارتكابنا لتلك المعاصي. ولكن الله حليم، من حلمه سبحانه وتعالى أنه عفى عنا وهو قادر على أن يعاقبنا. وكذلك الرفق. الرفق هو التلطف، التلطف واللين في أداء الأعمال أو الحكم على الناس أو المعاملة المطلقة مع الناس. أحاديث وآيات كثيرة في هذا الباب، من بينها قول الله تبارك وتعالى لما وصف أهل الجنة، وصفهم بأنهم قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك قال العلماء: هذه الآية فيها دلالة على أن الإنسان الذي يعفو على الناس، يعفو عنهم ويتجاوز ويكظم غيظه، ولا يقول فلان فعل لي أو قال في، وإنما إذا سمع شيئا عن نفسه ابتلعه وجعله في داخل نفسه وكأنه لم يسمعه وتجاوز عن ذلك. لماذا؟ لأن المسلم له علاقة مع الله، علاقته مع البشر علاقة مؤقتة، وعلاقته مع الله علاقة دائمة لا تنقطع، فهو يقدم علاقته مع الله على علاقته مع البشر. وإن فعل له البشر شيء تجاوز عن هذه الأشياء وارتفع بعقله إلى شيء آخر، لا ينتبه إلى فلان قال وفلان سب وفلان كذا وفلان كذا، لأن هذه مضيعة للحياة ومنقصة للعمر ومنقصة للعقل ومنقصة للأخلاق. الإنسان صاحب العقل، العقل الرفيع، يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما طعن في زوجته، ما قال عليه الصلاة والسلام للناس من قال هذا ومن فعل هذا،
أو فتح ملفات مع الناس، رغم أن براءة عائشة رضي الله عنها جاءت من فوق سبع سماوات. ولما أراد أبو بكر الصديق لما طعن في ابنته عائشة، لما أراد أن يكف أو يمنع الصدقة عن مصطح الذي تكلم فيها، أنزل الله عز وجل عليه آية تقول له بمعنى الكلام: يا أبا بكر أنت أعلى من هذه الأشياء. لما قال أبو بكر: والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم، أنزل الله سبحانه وتعالى عليه آية يبين أن هؤلاء الناس العظام عقولهم عالية وأدابهم رفيعة، لا ينزلون إلى هذه المستويات في معاندة الناس ومعاملاتهم بالمثل، وإنما هؤلاء الناس الذين كتبهم الله من أهل الجنة وفضلهم عن الناس أجمعين إنما جعل لهم الأدب وعلمهم. وقال: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. فأرجع النفقة على مصطح. مصطح تكلم في ابنة أبي بكر في عائشة رضي الله عنها، يعني الأمر مو سهل نفسيا، مو سهل، ولكن الإنسان يتجاوز يعني مثل هذه الأشياء، لأن وجودنا في الأرض ووجودنا مع بعض اليوم إنما هو وجود مؤقت، نستأنس ببعض وننصح بعض، ينصح بعضنا بعضا ويتجاوز بعضنا عن بعض حتى نرقى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في الآية الأخرى: خذ العفو، هذا تعليم للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعده، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني استعمل العفو هو أول شيء، وأمر بالعرف، أمر بالخير وأمر بالتسامح والتواصل، وأعرض عن الجاهلين، لأن بعض الناس لابد عليك أن تعرض عنهم، ما تستطيع أن تبقى لتستمع لهم مرات ومرات ويتكلم ويقذفك ويتكلم فيك، فهذا إنسان لم يحتاج أنك تعانده أو تجادله أو تناقشه، هذا تعرض عنه، هذا تفشي عليه السلام وتمشي بعيد عنه. وقال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وذكرنا أن حسن الخلق هو ليس معاملة بالمثل، الإنسان يتعامل بالمثل هذا أخلاقه مش حسنة. الإنسان اللي يقول فلان ألقى عليه السلام نلقي عليه السلام، ابتسم لي في وجهي نبتسم له في وجهه، يزورني نزوره، يهني لي في العيد نهني له في العيد، يمشي في جنازة عائلتي يمشي في جنازة عائلتي، نعرضه يجيني نروح له، ما يجينيش ما نجيش، ما يوصلنيش ما نوصلوش، ما يمشيش السلام ما نمشي السلام، يكسر في وجهي نكسر في وجهه. لماذا؟ لأننا نظن أن بذلك نحافظ على قدرنا وقيمتنا، وهذا سوء خلق، هذا مش حسن الخلق. حسن الخلق يقطعك تصله، لا يفشي عليك السلام تفشي عليه السلام، ما يعزمك تعزمه أنت، ما يمشيش في جنازات عائلتك تمشي أنت في جنازات عائلتي، لأن أنت معاملتك ليس مع البشر، معاملتك مع الله، هو يتعامل معك بطريقة خشنة أو شريرة، أنت لا تعامله بالمثل. المعاملة بالمثل هذه خذوها قاعدة، لأن هذا مفهوم خاطئ عندنا، المعاملة بالمثل ليست من حسن الخلق. ما تقولش أنا أخلاقي حسنة وأنا ما شاء الله، صح لي ضرني نضره ولي يقطعني نقطعه، أنت ماكش ما شاء الله، ماكش صاحب خلق حسن. صاحب الخلق الحسن هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. وبعد قال مثال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، انظر هو عنده عداوة معك، قلبه مملوء بالغل والحسد والبغض ويريد لك الشر، وهو عدو لدود، أنت تتلاقى معه كأنه ولي حميم، تعامله كأنه ولي حميم، تفشي عليه السلام وتقول له كيف حالك وكيف صحتك وكيف الوالدين وتمشي حالك. هذه معاني الأخلاق، هذه إنسان يلحق لها، هذه الإنسان يعيش فيها، يعيش في معاني الأخلاق اللي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى كذلك: ولا من صبر وغفر، يصبر على الأذى تاع الناس وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، هذا من عزم الأمور، هذا من الناس متكونة شخصيتهم من شيء آخر، لأنه موش كل الناس نفس الشيء، هناك من الناس من يعيش الحال فقط، ومن الناس من يعيش مع الناس ويصبر على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يعاشر الناس ويصبر على أذاهم، من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأنه الإنسان اللي يقول لك: أنا يا أخويا ما أقدرش نصبر على الناس، نجبد روحي ونعيش وحدي، ما أقدرش نصبر،
هذا الإنسان ما سدمش روحه وإنما وقاها فقط بعدها على الشر. أما الإنسان اللي عاش مع الناس وصبر عليهم وتلقى ضربات وسب وقذف وغير ذلك ومع ذلك صابر وعايش مع الناس ويتحمل الناس، هذا إنسان أجره وشخصيته وبناؤه وأداؤه للإسلام أفضل من ذاك الإنسان الآخر. الآخر في كف الشر فقط، والثاني لا، الثاني تحمل الأذى، تحمل هم الناس وعاش مع الناس، وبعد ذلك قد يستقيم كثير من الناس على يديه لأنه فيه خير، استقام مع الناس وعاش معهم وخالطهم وصبر على أذاهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لأشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم والأنات، والأنات إنسان ما يكونش متعجل، يتمهل، يترك العجلة، وعنده في قراراته ومعاملته التمهل. إنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العجلة أو التؤدة في كل خير، التؤدة في كل خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة يعني حاجة بالعقل، كل شيء بعقل، يعني ما تقولش كلام هكذا عفوي أو تحكم على الناس مباشرة، تثبت، جاء خبر نثبت، مازال بالعقل نشوف الأمور، نشوف الأمور وراي رايحة، ناضت فتنة ما نتكلمش، ما نعطيش رأي، نصبر، شوف الزمن هو الذي سيحكم والأيام ستبين من هو الذي على حق. لأن الناس في الفتن تطيش أحلامهم، تروح العقول، تروح يولي الإنسان عاطفي أكثر من العقل في الفتنة. لما تكون الفتن الناس يغلبوا العاطفة، تولي العاطفة تعميهم، يقولوا يغلبوا العاطفة على العقل، وتولي بعد ذلك تسيل الدماء وتفتن الناس وغير ذلك وتنتهك الأعراض وغيرها. وأما الإنسان المسلم عنده الأنات، الأنات هذه هي أن يصبر الإنسان ولا يمضي على شيء إلا إذا نظر ويصبر، وأحيانا يستخير، وأحيانا يستشير، وأحيانا يستفتي، وأحيانا ينظر في الزمان ويبقي مدة معينة، وأحيانا يفكر، هذه كلها من الأنات. يصبر الإنسان ولا يلقي بالأحكام ولا بالكلام ولا بالرأي ولا بشيء حتى يصبر وينظر ويسأل ويستفتي ويستخير، ويكون له بعد ذلك الشيء الذي وفقه الله إليه يكون صوابا إن شاء الله. كذلك الحلم أن يصبر الإنسان على الناس ويعفو عنهم حتى ولو كان قادر، عنده القوة يقدر يعاقب ولكنه يسمح. هذو الناس الأقوياء، مش اللي يسمح وهو خايف، اللي يسمح وهو قوي قادر يعفو. كثير من الناس من يشاجر في الشارع ويتكلم بالكلام ولا يستطيع أن يرد عن نفسه شيئا، وكثير من الناس من لا يتكلم ولا يسب وهو قادر أن يهد الجبال ولكنه صابر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، السرعة هذه معناتها الضربة القاضية، ليس الشديد بالضربة القاضية، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عنده نفس جياشة، غضب من كلام سمعه، قالوا له كلاما أطاح بقدره، سب له أمه، سب له أباه، ولكنه صبر على ذلك وأمسك نفسه وصبر وانطلق حتى ولو جاء الشيطان وقال: إن تركت المكان ولم تضارب هذا الإنسان أو تقاتله أو تشاجره فإنك تعتبر جبانا عند الناس. فيقول: هذا تركته لله. والقوة إنما هي في الصبر وليس في الضرب. فيمضي الإنسان ويكون عنده نظرة حقيقية كما يصورها لنا الشارع الحكيم، لأن ديننا إحنا 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 بشر، وطبيعة البشر المعايشة، موش المشاجرة والمخاصمة والمقاتلة، هذه طبيعة البهائم. البهائم في الغابات وفي البراري تعيش حياة الأقوى، الحياة أو البقاء للأقوى، وقانون الغاب هو القوي يأكل الضعيف، والمشاجرة في كل صباح ومساء، هذه حياة بهائم. أما حياة البشر، حياة الإنسانية، حياة الكرامة وحياة العقل وحياة الإسلام خاصة، هي حياة العفو والتصافح، ما كاش التشاجر. عندنا احنا في ديننا لا يوجد تشاجر. اللهم الإنسان يدافع عن عرضه، اللهم الإنسان يدافع عن ماله، اللهم إن الإنسان يدافع عن دينه. أما أن الإنسان بمجرد كلمة كلمتين يتشاجر مع الناس فهذا ليس من ديننا أبدا، وهذا لا يدل على أن المسلم ضعيف. المسلم قوي ويستطيع أن يفعل ما يفعل ولكنه يحلم، يعني يتجاوز وهو قادر أن يفعل ويفعل.
وكذلك في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والحديث هذا متفق عليه، إن الله رفيق يعني يرفق بعباده، يرفق. وتعرف الرفق هذا عنده واحد المعنى، عنده تلطف مع زيادة معنى آخر. عنده الرفق هذا ترفق به إنسان ما يعرفش، يغلط يغلط وترفق به إنسان. أنت عندك مصنع أو عندك ورشة وجابوا لك إنسان يتعلم عندك ما يعرفش وبدأ يتعلم، يغلط يغلط لك، يخسرك في أشياء، وانت معليش تصبر تقول معليش دوك يتعلم بالعقل، خسرني في المواد، خسرني في الكهرباء، خسرني في كذا، ولكن خليها يتعلم بالعقل معليش. هذا نسميه احنا رفق. رفق كذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، أن الإنسان يأخذ الشيء الطريق على قدر الناس الذين معه، يسير على قدر الضعيف. كذلك الرفق بالإنسان الجاهل، الإنسان الجاهل الذي يعني يتوب إلى الله ويأتي إلى المسجد ويبدأ يصلي، ننظر إليه نجده يخطئ في الصلاة، يخطئ في الوضوء، ما نقول أنت لماذا لا تتوضأ، كيف ما تعرف تتوضأ أنت، كيف ما تعرف تصلي، أو نسبه، أو نقول يعني أنت طول وعرض ما تعرف هذه الأمور، ما نقول له هذا الكلام، وإنما نرفق به. كيف نرفق به؟ نتجاوز عنه، والأخطاء اللي عملها هو إحنا ما نحسبهوش أخطاء أصلا، وإنما نعلمه في الأمور الآتية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في أحاديث قادمة إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم السلمي دخل إلى الصلاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم تدرج، كان عندهم تدرج في التشريع، ربي سبحانه وتعالى تدرج معهم في التشريع، بمعنى في قضية الكلام في الصلاة. كان أحدهم إذا دخل إلى الصلاة، كان إذا جاء واحد مسبوق في الصلاة يجوز له يسأل الإنسان يو يصلي، يقول له وش من ركعة لكم، وش من ركعة لكم توما، يقول له أنا في ركعة الثالثة في الصلاة، يجوز ما فيش مشكلة. ومن بعدها ربي سبحانه وتعالى نسخ الكلام، صار الناس لا يجوز لهم أن يتكلم، ولا ما يجوز الإنسان يتكلم. فدخل معاوية بن الحكم السلمي، دخل وهو ما هوش عارف التشريع الجديد، فدخل فعطس إنسان فقال الحمد لله، قالوا يرحمك الله. فالتفت الناس إليه قال يبتدرونني بأبصارهم، ولو المصلي كامل يشوفوا فيها. قال فقلت واثق لأمته لماذا تنظرون إلي في الصلاة، ويصلي هو وزيد يهدر، زاد قال لهم لماذا تنظرون إلي، فصاروا الناس يضربون على أفخاذهم، يضربوا على أفخاذهم يعني كان يقولوا له اسكت، وهو يقول لماذا تنظرون إلي. لما كملت الصلاة يعني هو دار ضجة في الصلاة، يعني دار ضجة ودار فوضى في الصلاة بالنسبة لنا احنا الآن. كي كمل الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكني وأخذ بيدي، أخذ بيدي وقال يا معاوية، شوف الداه ويمشي معه باللطف، يعني شوف الآن معاوية بعد تشوف بعد ذلك الشيء اللي وقع في نفسه. قال فقال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني شوف طريقة الكلام ما يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي تسبيح تكبير وتسبيح وتحميد إلى آخر الحديث. وش قال معاوية في البداية؟ قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكني بيدي فوالله ما كهرني ولا زجرني ولا سبني أو غير ذلك من الكلام. فماذا قال له؟ قال وإنما كان لي خير معلم، يعني ما زجرنيش ولا هزني، كهرني يعني هز جسدي، ولا قال لي كلمة خشينة، ولا طبعني، ولا قال لي رك درت لنا فوضى في الصلاة، ولا رك خسرت لنا الخشوع، ما قال لي هذا أبدا. قال لي يا معاوية، يعني يعلمه في شيء لو جاي خلاص اللي فات، خلاص اللي فات أنت تجاهل فيه، ما تعاملوا معك بالخشونة، نعلموك وش راه جاي فقط، هذا ما كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الدرس في راه جاي فقط، قالوا هذه صلاة ما يصلحش فيها نتكلموا، لا، وإنما نسبح فيها الله ونذكر الله، وإنما كلام هذا تعبره خلاص صار محرما، ما يجوز الإنسان يتكلم فيه. شوف تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معاوية بقي حياته كلها هو يحكي للناس طريقة التعليم، كيفاش علموا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقيت كيفاش حكموا من يده، كيفاش تكلم معاه بالطريقة، كيفاش مشى معاه في الطريق. فقال وكان لي خير معلم، يعني شوف كيفاش علمني الطريقة حتى أن أنا حبيت الدين هذا من اللين الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام.
ونحن بحاجة إلى هذه الأخلاق العالية، لسيما ونحن نبلغ دين الله. لأن الإنسان اللي يروي يرتكب في المعصية، هذاك الإنسان هذاك احنا ننظر إليه ابتداء بالبغض، وهذا خطأ. احنا نبغض المعصية التي يفعلها ونرجو له الخير. الأصل في الإنسان اللي يعمل في المعصية يغيظنا، هذا الإنسان يغيظنا ونشعر به أنه مسكين، ولذلك نرحمه، نرحمه تعامل معه برحمة. أما نشعر أنه هو رأو في راحة لأنه رأو يعصي في ربي ويدير وش يحب، وإحنا رأنا نتعذبه لأننا رأنا في الدين وإحنا نطبق الحلال والحرام، وبعد ذلك نزدم عليه الزد ما مش مليحة، لا، وإنما ننظر إليه أننا نحن في راحة وفي نعمة من الله، لأننا نعيش دين الله ونعيش عبودية الله ونعيش الإيمان مع الله، وهو مسكين راه يعيش عبدا للشيطان ويعيش عبدا لهواه ولنفسه. تقول نفسي نفسه أزني يزني، تقول نفسه اسمع الغناء يسمع الغناء، راه عبد لنفسه موش حر. هذا كاين الناس يقول لك أنا حر، حريتي ما خليني ندير واش نحب، أنا موش يدير واش يحب هو، ويدير واش تقول نفسه هو، واش راه يقول له الشيطان، ولذلك تجده ينغمس في المعاصي. هذا إنسان مسكين، هذا إنسان مسكين يحتاج إلى كلام، يحتاج إلى لين، يحتاج إلى أن نأخذ بيده نرفق به، وبعد ذلك إن هداه الله هدا، وإن لم يهده الله فأنت أديت ما عليك، ما خلاص تنتهي هنا، ما كلا تزعف ولا تتنرفز ولا تقول فلان عمل كذا، خلاص. المعصية هذه ما نحبهاش إحنا، ونغضب إحنا للمعصية، لا نحبها المعصية. والإنسان كيكون يدير في المعصية ما نحبهش يكون يدير في المعصية، وإنما نحب له الخير ونرفق به ونأخذ بيده إلى الخير. وربي سبحانه وتعالى أعطانا عنوان كبير، قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. الإنسان اللي يكون في طاعة وأعطاه ربي النعمة الالتزام، وصار يصلي وصار أهل المسجد وصار يحضر حلقات العلم، وشوف ناس آخرين مساكين بعاد ولا شباب تايهين، هذو مساكين يحتاجون إلى من ينقذهم. وهؤلاء الناس أنت انظر إلى نفسك، قل أنا كنت مثل هذا ولا أكثر منه، وهدني الله الحمد لله، وأنا أرجو أن يهدي فلان وفلان وفلان وفلان. الإنسان يرجو الخير لغيره. ثم كذلك في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال بال أعرابي في المسجد. شوف الآن المصيبة كبيرة هنا، بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيها. يعني الناس طبيعة الحال ردود الفعل بتاع الناس كيفاش بيتربي إنسان يجي يتبول فيها، لأنه إنسان أعرابي عايش في البدو ما يعرفش طريقة الأمر، هو ظن أن المسجد كما رمى البراكي ما أي شيء، فجاء مباشرة إلى المسجد وراح في ناحية من المسجد عادي ما عندوش مشكلة، ما عنده حتى مشكلة، قضى حاجته أمام الناس ما عنده حتى مشكلة. الناس شافوا الأمر هذا، لأن الناس في المدينة يعيشوا الحظر، هذا الطبع هذا غريب علينا إحنا الآن، فالناس رأوا المنظر هذا راحوا باتفاق بالإجماع راحوا كلهم ليضربونه مرة واحدة، كأن الناس حكموا في السوق سراق مثل نفس الطريقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه أترك، لأنه هذا الإنسان يحتاج الآن تعليم، على دار هادشي هذا الإنسان، راو جاي ينتهك حرمة الله، راو جاي ينقص من قدر الله، راو جاي يكسر شعائر الله، لا، وإنما فعل هذا يظن من نفسه أنه هذه الطبيعة عادي. قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، عادي جيب ماء بدون تعمى ونقي هذاك الأخر تدي أنت أجرك، وخلي الحكاية خلاص الحكاية، يعني ما كان له دير حكاية واحدة أخرى، والإنسان ربما هذاك الإنسان تنفره ما يجيش يجي المسجد أصلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يسر عليه هو مسكين في حاله. شوف الإنسان العاصي، إنسان اللي يعصي في ربي، واحد يدخن ولا واحد يخمر ولا واحد يخالط البنات ولا أي شيء، هذا كروا في الكبائر دور، روا في حالة مع نفسه، هو روا يتصارع مع نفسه هو، حتى ولو بين لك باللي راه مليح ومرتاح وما شاء الله وراه يعيش زهو ما شاء الله، والله راه يعاني مع نفسه، لانه كيختلي بنفسه كيكون مع اصحابه ويحب يدير اي حاجه، كيختلي مع نفسه في قراره نفسه، هو راه يشعر انه يدير حاجه مش مليحه في قراره نفسه، هو الان راه يعاني مع نفسه، زيد عاونه انت ما تكونش انت ضد عليه ثاني، هو راه عنده عدو هو نفسه، وعنده عدو هو الشيطان، وانت تزيد تولي له عدو، لما تولي أنت تنهاره وتسبه وتقول له أنت فاسق أنت فاجر أنت كذا، فهذه وش معناها؟ هذه معناتها أنك أنت راك تزيد عليها. الأصل في الإنسان أن تكون أنت معه ضد الشيطان وضد نفسه، هذه النصيحة هنا من هنا تبدأ،
كيف تدخل؟ هذه التوفيق من الله. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كيفاش الإنسان يعرف يدخل مع الناس؟ كيفاش يتكلم مع الناس؟ شوف إحنا الآن الماركتينج هذه تسويق، تسويق راه فن، راه فن الناس تتعلمه. يجي يطلب لك في الدار ويجيب لك حاجة في البيت في علبة ويقول لك هذه عندها كذا وعندها كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ويبيعها لك بسومة غالية ويروح ويهدر يهدر 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 حتى يبيع لك. وشوف الناس اللي يعملوا تسويق، هذا الناس تدخل إلى تشتري سيارة ولا تشتري كهرباء منزلي ولا تشتري أي حاجة جهاز ولا كذا، تدخل تلقى واحد يبيع ولا مرة تبيع ونعم وتفضل وكذا وكلمات. ومين جابوا الكلمات هذه؟ مين جابوا هذه الهدرة هذه؟ مين جابوها؟ علاش جابوا هذا الأمر؟ عندهم هدف، عندهم هدف وهو تسويق السلع، عندهم هدف وهو أن ينال الإنسان مكانة فيوظف كمسوق، إنسان مسوق عنده الهدرة، يعرف كيفاش يتكلم، يعرف كيفاش يصبر على الإنسان، يعرف إذا كان المشتري إنسان خشين، إنسان يسب، إنسان جاهل، إنسان كذا، يعرف الإنسان كيفاش يصبر عليها. إحنا في ديننا عندنا تجارة مع الله، عندنا تجارة مع الله. لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير واحدا خير خير لك من حمر النعم. ومن هدى من دعا إلى هدى، دعا إلى هدى كان له بأجر عامله لا ينقص ذلك من أجره شيئا. لو كان يوفقك ربي تدعو إنسانا واحدا إلى الصلاة ويقول يصلي بسبتك أنت، هذا الإنسان كل ما يركع ركعة عندك أجرها، كل ما يسجد سجدة عندك أجرها، كل ما يقول سبحان ربي الأعلى عندك أجرها، كل ما يقول الله أكبر عندك أجرها، وكل ما يتوضأ عندك أجره حتى يموت وما ينقص ذلك من أجره شيئا. تدي أجر كأنك تصلي مرة ثانية في مكان هذا الإنسان حتى يموت، ما تعرف 20-40 سنة 60 سنة بلك تموت أنت ويبقى هو مراك يصلي ويبقى أجرك يمشي. وإحنا نسموها هذه تجارة، صفقات عالية مع الله. هذه الصفقة هذه تحتاج إلى تسويق، ماركتينج، تحتاج منا إحنا نتعلمه. دبر راسك أنت، أنت تدبر راسك الآن. أنت ما تقولش أنا خشين أنا طبيعي هذا أنا ما أصبرش، لا، لو كان دخل لك تتعلم تسويق تصبر. شوف المضيفين في الطائرة، مضيفين في الطائرة دائما يبتسموا، هما بالك راهو ما يتلو باباها وراهو يتبسم معك. لماذا؟ اللي خدمته تقول هكذا، تدرب تربص على هذا. احنا كذلك نتعلم على هذا، نتعلمه. قول انا الدين هذا مش دين تاع الاب تاعي ولا تاع امي ولا الدين تاعي انا، ربي حتم عليا هذا باش ادعو الى الله وكون انا عنصر. لان الانسان المسلم هذا انسان راه مجند عند الله، انت راك مقاجي عند الله سبحانه وتعالى، تدعو الى الله، تصبر على اذى الناس وتبلغ الدين، تامر بالمعروف تنهى عن المنكر. تدبر راسك، راك مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. الان كيفاش تدير؟ دبر راسك كيفاش تعلم مع الناس، كيفاش تخاطب الناس، كيفاش تدخل باللين، كيفاش توزن الانسان، تقول هذا ندخل من هذا الباب وهذا ندخل من هذا الباب. كيفاش راك قاعد في جماعه، تقعد احيانا في جماعه وانت تستنى عند الطبيب، تستنى في دالتك والناس تتكلم، واحد يتكلم على الزحمه، واحد يتكلم على الامطار، واحد يتكلم على الاحوال الجويه، واحد يتكلم على الحراك، واحد يتكلم على كذا، وانت خمم لها كيفاش تكون ذكي، تدخل بالعقل بالعقل معاهم، ما تدخلش مباشره تقول لهم انكم ميتون، او تدخل كل نفس ذائقه الموت، وانما تدخل بالعقل وتقول نعم هذه كذا، تدخل معاهم بالعقل وتجيبهم الناس وتولي انت واعظ وهم يسمعوا بكل حيله. ولكن هذا حكمه يعطيها الله عز وجل للانسان، والانسان لازم يعمل حتى يكتسب هذه الحكمه، لان هذه مسؤوليتنا امام الله سبحانه وتعالى. والامه راهي ضايعه وتحتاج الى دعاة، تحتاج الى ناس يدعون الى الله. والداعي كامام فقط في مسجد لا يكفي، يحتاج الى ان الناس الذين ياتون الى المسجد هذو ناس يغترفون من الخير. انت كي تجي تسمع حلقه ذكر راك تسمع الخير، هذاك الخير تديه لغيرك يكفيك الحمد لله. لو تروح في الطريق حشمت تقول لباباك صلي، ولا لواحد اخر جارك تقول صلي، قل له نعلمك حاجه واحده، قل سبحان الله وبحمده عندك نخله في الجنه وروح وخليها. هو ماشي يقول لك علاه، ولا يقول لك انت ضيقت لي الدنيا ولا خسرت لي قسطو، قل كل ما هذه برك، قل له والله حاول كل ما تقول سبحان الله وبحمده عندك نخله في الجنه. هو كي يقول سبحان الله وبحمده يعود يفكر في نفسه انه لازم يصلي ولازم يفعل كذا. تدعو من اي باب تجيب الانسان، من اي باب تجيب الانسان. احنا امرنا ناس بشيء اخر بعاد على الدين اصلا، ولا يسالونا وكيفاش باش نولي نصلي، وحبيت نسقسيك انا راني نعاني من شيء، راني نعاني من كذا. انت بمجرد انك تريد حاجه فقط هو وحده يسالك. احيانا توقف وحدك انت على الطريق السريع، تحبس، والله احيانا انا ما نعرف هذه الاشياء، نحبس نقول للناس تسحق نعاونك حاجه ولا كذا، نهبط معه ونوقف معه ونجيب له الماء، ويعود يسالك يقول لك انا والله ما نصليش حبيت نولي نصلي. وحده وحده يسالك. لماذا؟ لانك انت دخلت معه الان، وهو لما يشوف معاملتك ويشوف طبعك الان يحتاج هو ينظر الى نفسه، يشوف روحه ما يسواهاش، يشوف ناس ما شاء الله اخلاق طيبه،
وناس تصلي وناس كذا، وش يشوف روحه؟ هو يشوف روحه ما يسواش. لذلك يجي ويقول لك خليني نولي كما أنت، يحب يطلب أنه يولي كما أنت. فالإنسان يكون ذكي ويكون حكيم. ولا الدين هذا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة، قال هذا الدين شديد، الدين هذا شديد. لماذا شديد؟ واحد يحب يدخن والدين قال له ما تدخلش، وأنا يحب نشرب الخمر الدين قال لي ما تشربش، وأنا يحب نمشي مع النساء ونعمل أشياء وكذا وديني قليلة. الدين هو حاكمني على حشام الحاج، ديني هو حاكمني. إذن أنا أشعر بشدة فأصبر عليها حتى أدخل الجنة، عندي شدة، ما زيدنيش أنت الشدة تاعك. إن هذا الدين شديد فلا تزيدوه شدة بأخلاقكم، يعني ما نزيدوش الشدة تاعنا. كاين ناس هو مدين بصح واش دار؟ الدين هذاك عطاله صورة تاع تشدد، ولا يكشر في وجوه الناس، ولا ما يتكلم مع الأب تاعه، ولا مع الأم تاعه، ولا مع الأخت تاعه، ولا ما يتكلم مع الجار، ولا ما يتكلم مع هذا مع هذا مع هذا. هذا ما نهدرش معاه لأنه شفته خطرة عريان، وهذا ما نتكلمش معاه خطرة شفته مع طفلة، وهذا ما نتكلمش معاه خطرة شفته يدخن. ما تقدر تمشي وحدك. هذاك الإنسان اللي شفته أنت مع بيت هو يستحي، هو يستحي، يحتاج منك أنت دعوة إلى الله، وفلان يحتاج منك دعوة إلى الله. نحن لا نتميع مع الناس، ولا نبيع ديننا، ولا نتنازل عن ديننا، ولكن في نفس الوقت لابد علينا أننا نخالط الناس ونتعامل معهم ونكسبهم خيرا، وتكون عندنا مكانة مليحة معهم. لازم كي نتكلموا الكلمة يسمعونا. وكيف يعيدوا يسمعونا؟ كي يحبونا. وكيفاش يحبونا؟ لازم يشعروا أننا عبارة عن عناصر إيجابية في المجتمع، مش عناصر سلبية. ما يحسكش باللي أنت مراهق، مراهق بك، مراهق في الإسلام، هذا مكان وعليك متشدد معنا، وإنما يشعر بأنك أنت إنسان حقيقة حامل دين الله، وحقيقة أنت إنسان عندك أخلاق تاع الإسلام، فلذلك رح يقبل منك هذا الدين. شوف الحديث الآخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام أننا نبلغ الدين، دين الله، ما نزيدوش فيه ولا نقصوا، ما نقولوش هذه حلال حرام نرجعوها حلال باش نيسروا على الناس، لا لا أبدا. لا نفتري على الله الكذب مثل ما يفعل بعض الناس، يقول له الآن تجيه تسأله امرأة متبرجة وتقول له النمس، النمس حلال ولا حرام؟ يقول لك انا وكان نقول لها النمس حرام تهرب، يقولها حلال. هذا حرام، هذا حرام علينا نقول هذا الكلام. الا سالك انسان قال لك هذه حلال، قول له حلال. الا قال لك حرام، حرام، كما يقول لك الشرع. ولكن طريقه تبليغ الدين تكون باليسر. هذا الرفق يكون في طريقه التبليغ. احنا الان احيانا بعض الامور، شوف ديننا هذا، ربي سبحانه وتعالى كان قادر ينزل الدين كامل كما راه، يقول لك طبق ولا ما تطبقش عندك جهنم. شكون يحاسبه؟ واحد ما يحاسبه. ومع ذلك ربي تلطف بنا. قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن أول ما لو كان أول ما نزل لا تزنوا ولا تسرقوا ما استجاب أحد، وإنما كان أول ما نزل شيء فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله بعد ذلك الحلال والحرام. هذا فقه كبير في الحديث هذا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في البداية كي جا الدين هذا، ربي ما نزلهمش حلال حرام، خلاهم يشربوا في الخمر، خلاهم كيما راهم. واش دار لهم؟ نزل لهم الإيمان، الآيات المكية، الإيمان، علمهم من هو الله، من هو الله، علمهم ما هي الجنة وما هي النار. إذا استجبت إلى الله كيفاش ربي ينجيك من تلك النار ويدخلك الجنة، وانت تعرف النار راك سامع عليها، وتعرف الجنة راك سامع عليها، وتعرف الآمر. بعدها كي الناس ثاب الناس، ثاب الناس، شمعت ثاب الناس، صار الناس عندهم الإيمان، وصار الناس يبحثون عن الثواب، وصار الناس بعد ذلك يعرفون من هو الآمر، من هو الله. ثم أنزل الله الحلال والحرام، ولا بعد ذلك الناس راح يشربوا في الخمر، حياتهم قاع خمر، ويتاجروا في الخمر، راح يشربوا الخمر. هما الجاهلية كانوا يشربون الخمر لكسب النخوة والرجولة والشجاعة، في نحو الخوف، لأنه كان عندهم القتال. يعني الخمر هذا موش حاجة تافهة، يشرب الخمر راح يحط الكاس في فمه. نزلت الآية فسمع قول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: بلى انتهينا. رجعوها، حتى إن منهم من استقاء، وهذاك موش واجب عليه، خلاص شرب قبل ما يجيه الأمر، مع ذلك استقاء. ومنهم من عندهم أموال أيتام، يعني عندهم مستودعات، ديبوات متاع الخمر، وأموال أيتام ما عندوش دراهم، ما عندوش رأس المال، قالوا النبي اهرقها. قال: حتى صارت المدينة، زقاق المدينة تجوبها الخمر، يجوب يعني أنهار من الخمر. هذا يرسم لنا الاستجابة تاع الصحابة اللي كان عندهم الركيزة. عندنا واحد القاعدة: من عرف الأمر وعرف الآمر
تعرف الأمر الحكم الشرعي وتعرف الرب الذي أمرك بذلك الحكم الشرعي. يتفانى في طاعة الآمر، ومن عرف الأمر ولم يعرف الآمر يتفنن في التحايل على الآمر. الإنسان كي يكون يعرف الأمر، احنا دوك الآن عندنا هذا الاتصال، هذا موجود عندنا الفيسبوك والانستغرام والأشياء كثيرة عندنا، التواصل الاجتماعي، القنوات والبث، هذا تحب الدرقة واحد في الملكة تعطي له معلومة تعطيها له، مش مشكلة. انتشر الحلال والحرام وصارت الناس تعرف الأحكام الشرعية على سابقة لم يكن لها سابقة. يعني الآن المنشور العلمي، المعلومات عند الناس، والله الذي لا إله غيره، غير يعرفوا المعلومات على الدين، ما كاش ربما انتشار في المعلومات على الدين من قبل كما ذكر، مستحيل. ولكن البعد عن الله، لا يوجد بعد عن الله مثل وقت نظر الآن. لماذا يا ترى؟ المعلومات كاينة، نعرفوا الحلال والحرام وما نطبقوش، لماذا؟ دائما نقولوا هذا الكلام، علاش نعرفوا الحلال والحرام وما نطبقوش؟ علاش نهدروا برك ما نطبقوش؟ علاه؟ لأننا لا نعرف الله، ما نعرفوش من هو الله. الآن الصيام هذا، شوف صيامنا، يخرج الإنسان يتضارب برا ويعمل كذا ويتضجر من رمضان ومدى به خلاص رمضان، لماذا؟ لماذا هذا؟ لأنه لا يصوم لله، يصوم عادة، عادة فقط. وأنا قلت لكم من قبل أن رمضان صار عندنا هو بقالات وكاميرا مخفية وأغاني شعبية و و و وغير ذلك. رمضان عندنا صار لا يسوى إيمانا مثل ما كان عندهم من قبل، لأنهم كانوا يصومون لله ونحن نصوم عادة وتقليدا. فالإنسان إذا عرف الله، من عرف الله، من عرف الآمر وعرف الأمر، تفانى. وش معنى تفانى؟ يضحي بالنوم، يضحي بالمال، يضحي بالصحة من أجل الآمر، باش يطبق أمر الله، يفني عمره كاملة، لأنه عارف من هو الذي أمره. يترك طعامه وشرابه من أجلي، موش عادة. أما من عرف الأمر، يعرف الحلال والحرام، يعرف مليح، عارف هذه حرام وهذه رشوة وهذه ريبة، وعارف مليح. من عرف الأمر ولم يعرف الآمر، موش عارف شكل أمر، يتفنن، يولي يتفنن، يخرج في الحيلات كما البنوك الآن، يتفنن في التحايل على الآمر. ولذلك احنا نشوف الآن لما بعدنا عن الله، ما نعرفوش ربي مليح، ما نش نعرف الله مليح، من هو الله، عظمة الله وقدرة الله وعلم الله. ولهذا ربي قال ألم يعلم أن الله يرى، ينظر الإنسان في نفسه. ربي خلق فينا سبحانه وتعالى أحدث آلة تصوير، أحدث آلة تصوير، يعني فيها ملايين شعيرات الاستقبال، ملايين. ما كاش آلة تصوير إلى يومنا هذا، لم تخترع آلة تصوير اليوم، سواء كانت تصوير صورة أو تصوير فيديو، إلى يومنا هذا مثل العين التي ركبها الله في الإنسان، وأعطاها ربي سبحانه وتعالى الماء. الماء عندنا عين، هذا الدموع اللي في عينينا هذا، هذا الدموع هذا هي عملة تنقية. شفت النقاوة، 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 لا توجد النقاوة إلا بالرطوبة، يعني بالكليما يميد، هذه هو اللي نجعل به النقاوة. ولذلك إذا أردت أن تصور نقاوة، يعني صورة عالية الدقة، لازم يكون الجو مندي، يعني ما يكونش فيه غبار. ولذلك الصور في أوروبا وغيرها، لأنها دول فيها رطوبة، الصور في الدول الاستوائية مثل ماليزيا وغيرها تجدها عالية، عالية. أما لو تروح تصور في مصر ولا تصور في بلد في الصحراء ولا شيء، فتخرج لك الصورة أقل دقة. لماذا؟ لأن الرطوبة ناقصة، يعني جفاف، كين جفاف، كين غبار، الغبار هذاك ما يخليش الصورة نظيفة. إحنا ربي سبحانه وتعالى أعطانا الدموع هذو، الدموع هذو يخلوا الرطوبة دائما موجودة. دائما أنت عندك هذيك عملية الرمش، هذيك الترماش، هذاك دائما عندك عملية تنظيف الكاميرا الموجودة عندك، دائما عملية تنظيف. لو الآن هذاك الما يروح يولي الإنسان ينعمه. في بعض الدول في لندا وغيرها، يعني تهبط درجة الحرارة إلى 60 تحت الصفر، 47 تحت الصفر، يعني 47 درجة تحت الصفر. ما معنى 47 درجة تحت الصفر؟ يعني لو تحكم العين تحلها، هذاك الماء يهبط يجمد مباشرة، يجمد، يخرج الإنسان يكسي نفسه بكل الألبسة باش يحمي نفسه من البرد، غير العين اللي ما تتغطاش، يعني الماء تاع العين هذا ما يجمدش. ربي خلق فيه مادة لا تجمد أبدا، يعني تعال الحار. شوف هذه شكون من ركبك، من ركبك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ شكون اللي علمك هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى، ربي عز وجل. فالآن أنت لما تتعرف على الله، تعرف على الله، ادخل في القرآن وعرف الله، وسيح في الأرض وانظر إلى الله، وشوف الجبال العظيمة
اللي خلقها أعظم منها. وشوف الكواكب العظيمة والفلك الواسع، الله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم من هذا الفلك. فإذا أنت لما تنظر هذه الأشياء هذه كلها تتعرف على الله، وتولي يجيك أمر الله سبحانه وتعالى تستجيب وتتفانى في ذلك، يعني مباشرة تتقدم. لماذا؟ لأن المسألة جت من فوق. شوف الإنسان، تدخل تلقى إنسان عساس عند الباب، قل له اليوم، قل لك ما كان زيارة، كان بالحد وثلاثة برك، معليش عندي دوسي ونحطه، راني متوخر، راني كذا، ممنوع يا ولدي، ممنوع. يقول لك الأمر جاني من فوق، عنده استجابة، لذلك يطبق 100%. ممنوع خلاص، يغلق، يغلق كل شيء، أهبر ولا ريح، مغلوق خلاص. لماذا؟ لأنه عنده استجابة وعارف شكون اللي أمره. لو كان ما يعرفش قدر اللي أمره، المعلم تاعه يقول لك معلم سهل، مش مشكلة كذا، يقول لك روح جوز جوز، مش مشكلة، يطلق الأمر. لماذا؟ لأنه عارف أنه هذاك الإنسان ما يعرفش قدره مليح. فالإنسان إذا عرف قدر الله، اليهود كانوا يعرفوا التوراة معرفة جيدة، يعرفوا الحلال، يعرفوا الحرام، يعرفوا كلش، علماء بني إسرائيل سماهم الله، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع ذلك ما كانوش يطبقوا. على ما قدر الله، ربي قال في القرآن ما قدر الله حق قدره، كما يعرفوش ربي مليح نولو تحينو. علاش حنا ما ناخدوش رخصة؟ لماذا الناس اليوم، الناس اليوم إذا عطيت له الرخصة ما يديهاش، قل له أكم سافر، صلي ركعتين، صليش ربعة، قل لك لا أنا صلي ربعة يا أخويا، صلي صلاتي كاملة. يروحوا ناس معتمرين، معتمرين في الطواف، يغمى عليهم في رمضان، يغمى عليهم، مسافر مسافر، يجوز له يأكل ويشرب الماء، درجة الحرارة 50 درجة، وهو يطوف في النهار ويغمى عليه، يرفدوه في المستشفى وما يأخذش بالرخصة وما يفطرش، هو مسافر ما يفطرش. لماذا؟ لأننا ولفنا نتحايلوا مع ربي، ولينا نفهموا بأن الرخصة حيلة، ولينا نفهموا الرخصة حيلة. يعني الأصل نرجع للحديث، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني كما أنت تعبدت الله بالعزيمة بأن الظهر 4 ركعات وباللي لازم تصوم كي تكون في بلادك، تعبد الله كي يعطيك ربي منه رخصة، تعبد الله. أني نتعبد الله بالإفطار كما تعبدت الله في الصيام، أنا مسافر أو مريض أعطاني ربي رخصة، نتعبد الله بالإفطار، أراني في عبودية. لماذا؟ لأن ربي قال لي أنت ما تصومش، أنت مريض، أنت ما تصومش، أنت مسافر، عندك رخصة، تحب تفطر افطر على روحك. فأنا وش ندير؟ نتقبلها من الله، تقبلي من الله هذا يعتبر عبودية، مش أنا معتني تبع في الهوى تاعي. والناس لما رأوا الرخصة توافق الهوى شبهوها بالحيلة اللي ممكن يتحايلوا مع ربي في الصلوات نتاعهم، في المعاملات نتاعهم، الناس مولفين يتحايلوا مع الله في العبادة، ولذلك لما تجيهم الرخصة يشبهوها بالحيلة، ما يقبلوهاش، يردوها. فلذلك فسدت عبادتنا. والصحابة كانوا، شوف عبوديتهم تتورم أرجلهم من قيام الليل، الصحابة رضي الله عنهم، وما كانوا يعيشوا حياة الطرف نتاعنا اليوم. ومع ذلك وش كانوا صحابة؟ كي تجي الرخصة تاع ربي نفطروا، نفطروا مش مشكلة. حتى إن أحدهم كان يبلغ عنهم أنه كان إذا أصابه الجرح في أسبوعه يفطر. لماذا؟ يقول هذه رخصة الله أنا أتخذها. هذا الصحابة علاش؟ ما وش يديروا هذه معناتها الأمر الهوى تاعهم نفسه يتقول له هكذا، لا، وإنما يعرف أنها هي شيء جاء من عند الله. لذلك إحنا الآن الأحكام هذه ما شافكش إنسان أخينا في طريق أمرك بها، إنما هذاك الأمر اللي قاله لك أخ في طريق، ولا قاله لك الإمام، هو الله اللي قاله لك. إحنا الآن لما فهمنا هذا الأمر، فهمنا بأن هذاك الشيء أو يدير، ولينا نديروا الأمور زكارة في الإخوة، وزكارة في المصلين، وزكارة في بيت ربي. أنا دخلت إلى أحد المساجد قبل أمس، وأنا داخل ندير درس وجدت إنسان، أسأل الله يهديني ويهديه، لقيته في المدخل وأنا مع الشباب داخل، شوف فيه إنسان رايح يتعمد، عرى نفسه ولابس 10 سنتيم وعرى نفسه ورايح يجلس في مدخل المسجد، والناس قاموا الصلاة يصلوا في العصر، الناس كانوا صلوا 2 ركعات أو 3، احنا جينا مسبوقين، لقينا الإنسان هذا قاعد معه واحد، قالوا أنا نقعد هنا. رحت ليه كلمته وقلت له يا فلان، سلمت عليه وكذا، قلت له أنا والله اسمح لي راح نتكلم معك لأن شفت فيك رجولة، شفت فيك رجولة، وأنا والله شفت فيه تخنت، بس أنا قلت له هذا الكلام ترطيبا له، قلت له يا فلان أنا شفت فيك رجولة، وأنا أقول شفت فيه الأمر هذا. لماذا؟ لأن الفعل هذا مش فعل رجال، ولكن أنا قلت له فيك رجولة معليش. فقلت له يا فلان والله أنا شفت فيك رجولة وجيتك الكلام هذا، علاش تعري نفسك وتتعمد أنك تجي عند باب بيت الله والناس تصلي حتى
يعني باش تستفز المسلمين. لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال لي أنا أفعل هذا. قلت ولكن هذا بيت الله سبحانه وتعالى، وانت لك تفعل في هذا ينافي الرجولة وينافي الدين، يعني حتى واحد ما يصليش ما يديرش هذا الشيء، هذا ما يديرش شيء هذا. قلت عيب انت تفعل هذا، عيب، وربما تجيب البلاء لنفسك، تجيب البلاء لنفسك، ماشي مليح. قلت له هذا، قال لي انا عندي بالنسبه لي مليح. الان هو واش يتعامل او يتعامل معي انا؟ قال لي انا لاني انا كاين ناس مدينين من المسجد ضروني، وانا جار المسجد وضروني وعملوني وعملوني. لماذا؟ لان احنا كي نعصي ربي واش نحبوا نديروا؟ نحبوا نرجعوا الناس اللي تصلي لنا ما يسواكش باش نقولوا احنا ما شاء الله. هل الانسان هكذا الشيطان يسول له نفسه؟ يا اخي انا عاصي عاصي، وهذاك مصلي مصلي، وهو ماشي مليح في الاخلاق تاعو بصح مصلي، وانا يا معليش متخلق متربي وانا مانيش مصلي، انا نهلكها ويهديني ربي ان شاء الله نولي نصلي كما هو، رغم انه هو فاسد. معليش معليش، هذاك الانسان الملتزم الاخ ولا انسان مدين في الجامع ماشي متربي وما نحبوش انا، بصح هو ما يصلي. معليش نعترف، لازم نعترفوا باش ربي يسقمنا، ما نلبسوش على نفوسنا. فقلت له شوف يا فلان، قلت له نسالك سؤال، انا شكون يتكلم معك دركا، هما ولا انا؟ قال لي انت. قلت له كلمني انا. قلت له نسالك سؤال، هذا المسجد هذا نتاعهم هما؟ والله ما نصلي. قلت له نتاعهم. قال لي لا ماشي نتاعهم. قلت له تعمل؟ قال لي تاع ربي. قلت له انت قاعد قدام بيت من؟ قال لي تاع ربي. قلت له اذا؟ قال لي استغفر الله وتوب اليه. قال لي والله استغفر الله وتوب اليه. قال لي واش راني ندير؟ فلماذا؟ شوف الان، اسال الله يهديه ويصلح حاله. شوف الان هذا الانسان هذا علمني درس، علمني ان معاملتنا احنا ماهيش مع الله. هو الان راه يتعامل انه الدين دين تاع بابانا احنا، ديننا تاعنا احنا، احنا كي نتعاملوا مع الناس نتعاملوا معهم انه الدين تاعنا احنا. انا نجي نطلبك في هدايه ونقول لك يا فلان اتق الله، وتقول لي روح وانتم فيكم وفيكم وفيكم وفيكم، استغفر الله وتوب اليه وروح وخليه خلاص، ما نجيش نتكلم معه. فالان هذا الانسان هذا هو ركب راسه، انا ما نتكلمش معه، انا هديته وديت الاجر تاعي ورحت. اما لو نولي رجع الدين تاعي انا واش ندير؟ نضرب معاه. كي نرجع الدين تاعي انا، ياك الدين دين الله، ونحن نبلغ دين الله ماشي ديننا احنا. ونحن انا ممكن انا نبلغك اليوم وغدوه انا نزيغ، انت تولي تصلي انا نولي في طريق واحد اخرى، لان الدين دين الله، الدين ثابت، احنا اللي ماناش ثابتين. نسال الله يثبتنا على دينه. فلذلك اخواني الكرام لابد من ترسيخ شيء مهم جدا في انفسنا حتى نبلغ الحلم والرفق والانات للناس، وهو ان الدين دين الله، وان الامر لابد ان نعرف فيه شيئا مهما وهو معرفه الله. وكي نعلموا الناس معرفه الله ومعرفه الامر يولي الناس بعد ذلك يتفانون في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبت خطانا وخطاكم على دينه، ويتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.